اليمن مش ساكتة، اليمن قدرت توقف وتحتاج السفينة على باب المندب، وبقت مسيطرة على مضيق باب المندب. وده معناته ايه؟ اليمن بتقول لكم انا الوحيدة اللي واقفة مع اخواتنا يا عرب. سيشهد التاريخ ويشهد الله، وقلوبنا كمان تشهد. بالفيديو لن تصدق ما تم العثور عليه داخل السفينة الإسرائيلية المختطفة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، كنز صدم الجميع. لكن قبل أن نبدأ، إن كنت تتمنى النصر لفلسطين، ضع لايك للفيديو. السفينة الإسرائيلية المختطفة من قبل الحوثيين والتابعة لإبراهيم رامي، المعروف بأنه أحد أغنى رجال الأعمال في إسرائيل، كانت تحمل على متنها آلاف السيارات الفاخرة، وكان من المفترض أنها تصل الهند ليؤكد ذلك التقارير المختلفة بأنها سفينة شحن لآلاف السيارات والمقدرة، وفقاً للمصادر بمئات الملايين من الدولارات. اسم السفينة هو جلاكسي ليدر، واختفت أثرها عن الرادار منذ يوم أمس، وأشارت المصادر إلى أن السفينة مملوكة لشركة شحن تعود لإبراهيم رامي، أحد أغنى الرجال في إسرائيل. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ونلتقي في فيديو جديد وخبر جديد.